احيانا الواحد تصير له مواقف او يشوف موقف ما ينسى. امس وانا والشباب نطوف في السطح طواف الافاضه، لفت نظري وانا اطوف ثلاث حجاج شيبان، الظاهر انهم من بنغلاديش او الهند، يعني من حول المنطقه دي، جالسين متربعين. الله العظيم بهذا المنظر اثر فيني، وكلهم جنب بعض وكلهم رافعين ايديهم يدعون بتجهيل للقبله، ورافعين ايديهم يقولون بكاء ودموع دعاء. أقول في نفسي سبحان اللي ما تختلف عليه اللغات ولا اللهجات، يعرف شكوى هذا وهم هذا وحزن هذا، سبحان ربي ما أعظم. لكن الشاهد أنا أقول شوف هذول جالسين يشتكون، وفي مقولة جميلة تقول إذا ما تعرف تدعي تطلب الدعاء اشتك لله، يا ربي عندي كذا وكذا، يا ربي فيني وكذا، يا ربي فاقد لي كذا وكذا، تكفى يا ربي يا حبيبي، ترى بالعامية شكوى شكوى، اشتك لله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ومن أحسن طرق الباب فتح له بإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وإذا عرفنا نشتكي لله كربنا فرج كربنا، إذا عرفنا نشتكي لله مرضنا شفي مرضنا، إذا عرفنا نشتكي لله همنا فرج همنا. الله وش يرده وش يعجزه، بيده كل شيء، قادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون، يحب دعوتك إذا دعيت، ادعوني أستجب لكم. الرجل العربي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما أعرف دندنة تكون دندنة معاذ، لكني أسأل الله الجنة وأخاف واستعيذ به من النار، قال حولها ندندن. يا أخي بلهجتك العامية، إذا عرفت توصل مطلوبك جاك طلبك، إذا عرفت توصل شكواك فرجت بلواك، كلما تذللت أعزك، كلما استضعفت قواك لله.